نفذت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ندوة إعلامية مشتركة بهدف تعزيز العلاقات في مجال علوم الفضاء والابتكار ومناقشة آخر مستجدات إطلاق مسبار الأمل الذي سيطلق في مهمته إلى المريخ من مركز تانغاشيما الفضائي في اليابان. وللحديث عن تفاصيل ندوة تعزيز العلاقات بين البلدين معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العسيري الرئيس والتنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين. مساء الخير دكتور، في البداية لو تحدثنا عن الأهداف الرئيسية لهذه الندوة وعن نوع الشراكة التي تطمح إليها مملكة البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال علوم الفضاء والابتكار. مساكم الله بالخير. شكرا على إتاحة هذه الفرصة. بالنسبة حق السؤال الله يسلمك، تأتي الندوة في فترة مهمة جدا على مستوى المنطقة. نحن نعيش هذه الأيام لحظات تاريخية لدولة الإمارات العربية الشقيقة وللأمة العربية والإسلامية مع قرب انطلاق مسبار الأمل بالمريخ بمشيئة الله. لذلك نفذت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هذه التعاون والتنسيق مع الأشقاء في وكالة الإمارات للفضاء. طبعا هو أطلع المهتمين والإعلاميين على هذا الإنجاز الكبير، وفي وقت المساهمة في التوعية بأهمية هذا الإنجاز من الناحية العلمية والمعنوية المستويين العربي والعالمي. طبعا الشراكة بين البلدين تاريخية على مختلف الأصعدة، وبالنسبة لمجال علوم الفضاء فإنه يوجد بالفعل تعاون علمي كبير منذ تأسيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء في عام 2014، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة. على سبيل المثال يوجد فريقين من أبناء البحرين ومنتسبي الهيئة يعملان جنبا إلى جنب مع أخوات دولة الإمارات لبناء أقمار صناعية، وسيتم الإعلان عن هذه الأقمار إن شاء الله هنا. كما تم تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة للجهات المعنية في مملكة البحرين منذ 2016، وكان آخر دورة عقدت وكانت تعنى بقانون الفضاء خلال شهر الماضي. نعم جميل. دكتور، تسعى مملكة البحرين لبناء قطاع فضائي قوي ومستدام يساهم في تنويع مصادر الاقتصاد، كيف تنظرون إلى مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته أيضا لتحقيق ذلك؟ ما شاء الله، السؤال يعني يحتاج الكثير من الوقت للإجابة عليه، ولكن إذا تسمح لي أقول إجابة فيما يلي بشكل مختصر دكتور. أكيد من الأهمية توضيح حقيقة يعني مهمة جدا، وهي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحديد 17 هدف للتنمية المستدامة، وأن 40% من تلك الأهداف يمكن تحقيقها اليوم من دون الاستعانة بعلوم الفضاء وتطبيقاته. اليوم علوم تشكل جزء أساسي من البنية التحتية لأي دولة تسعى للنمو والتطور وتحقيق الرخاء لشعبها. هذه العلوم طبعا تسهم بشكل كبير في الكثير من التكاليف التشغيلية لقطاعات عديدة في الدولة، كما تسهم في توفير معلومات لأصحاب القرار تمكنهم من حسن استغلال الموارد المتاحة وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية. كما أن علوم الفضاء تساهم في تعزيز القدرات الأمنية والرقابية بموفر بيئة آمنة ومستقرة في الدول، وكل ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد. أختم بهذا المثال. ما في علوم الفضاء وتقنياته والتي تصنف ضمن علوم المستقبل يمكن أن تخلق قطاع عمل جديد في سوق العمل بوظائف تقنية مرموقة تلبي تطلعات وطموح شباب اليوم، وهذا استراتيجي للهيئة ونحن نعمل على تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة. نعم جميل. دكتور محمد العسيري الرئيس والتنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، شكرا جزيلا لك. فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية مظاريف 54 عطاء لعدد 5 مناقصات مطروحة من 4 جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال اللجنة فتح 8 عطاءات لمناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الأشغال بشأن أعمال الإنشاءات
الاستثمارات لبرج متعدد الطوابق لمشروع مبنى احتياطي الأجيال. وفتحت اللجنة مناقصة لوزارة الصحة بشأن الأدوية العامة المخزنة للوزارة، وتم استلام 16 عطاء لهذه المناقصة، ومناقصة لهيئة الكهرباء والماء إدارة التخطيط والدراسات بشأن شراء أنابيب الحديد المرن مع ملحقاتها بالإضافة للصمامات، وتم استلام 7 عطاءات لهذه المناقصة. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1307 نقاط بانخفاض تجاوز 7 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 6,256,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,177,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 81 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية في نهاية تداولات هذا اليوم، كما نلاحظ على الشاشة مشاهدينا، أغلقت معظمها على انخفاض، حيث أقفلت السوق المالية السعودية على تراجع بنسبة 43%، وذلك لتراجع مؤشرات قطاع الاستثمار والصناعة. تستضيف وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية أول معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين الصين والإمارات. المعرض هو منصة تم تصميمها بهدف إعطاء دفعة جديدة وقوية للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويستمر الحدث أسبوعا خلال الفترة من 15 وحتى 21 من شهر يوليو الجاري بالتعاون مع شركة مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض. أطلقت الحكومة السودانية برنامج دعم نقدي يصل إلى 80% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 42 مليون نسمة كجزء من خطة إصلاح اقتصادي. وتأتي الخطة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. وقال عصام عباس مدير وكالة التحول الرقمي بوزارة المالية السودانية إن البرنامج يهدف لمساعدة هذه الشريحة من السكان لمواجهة عملية الإصلاح الاقتصادي بصورة كاملة. حذر صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية أو محاولات تقليل الخسائر المالية في وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها. وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة كلفة الأزمة بتأجيل التعافي. وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: تراجع صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات في الربع الثاني.
هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية حسب ما أفاد موقع على الإنترنت متخصص في الصرف الأجنبي. مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى أولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين، مشيرا إلى أنه لا يفكر في هذا الأمر حاليا. وأكد ترامب أن العلاقة مع الصين تضررت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا نتيجة ما يراه من سوء تعامل بكين مع الأزمة، وتسبب ذلك في تفشي المرض عالميا. وأشار في لقاء صحفي على طائرة الرئاسة إير فورس وان أثناء رحلته إلى فلوريدا أن تضرر العلاقات الثنائية مع بكين جاء نتيجة أزمة فيروس كورونا التي يرى أن الصين كانت قادرة على وقف تمدد المرض لكنهم لم يفعلوا. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تستطيع أن تضمن توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي من فيروس كورونا وميزانية متعددة السنوات في قمة القادة هذا الأسبوع بالنظر إلى استمرار الخلافات. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي إن المواقف بين الدول الأعضاء لا تزال متباعدة. وأضافت المستشارة الألمانية أن إيطاليا وألمانيا اتفقتا على الهيكل الأساسي لمقترحات الاتحاد الأوروبي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال مجلس دعم صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الصين أن في الهند أن صادرات البلاد من الأحجار الكريمة والمجوهرات سجلت هبوطا قياسيا بلغ 55% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 2,750,000,000 دولار مع تضرر وحدات التصنيع من الإغلاقات الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا.